هيثم شاكر يكشف تفاصيل إصابته بسرطان القولون وحقيقة إدمانه المخدرات. تحدث المطرب هيثم شاكر لأول مرة عن تفاصيل إصابته بورم سرطاني في القولون منذ 8 سنوات وسفره للخارج لتلقي العلاج وتعرضه لمضاعفات في المعدة نتج عنها فقدانه للوزن، وتسبب ذلك في اختفائه عن جمهوره وبعض أصدقائه ودور والدته في دفعه إلى مواصلة العلاج. وأضاف شاكر في أول احتفال بمناسبة تعافيه من المرض وإصدار ألبومه الجديد معرفة قديمة أنه قرر الكشف عن مرضه بعد صدور ألبومه الأخير بعد غياب 5 سنوات بسبب اتهامات الجمهور الغريبة له، حيث قال: اتهموني أني بشرب مخدرات وكسول مش نشيط زي باقي زملائي في الوسط الفني. وقال شاكر خلال لقائه مع برنامج صاحبة السعادة أنه اكتشف منذ عدة سنوات إصابته بمرض سرطان القولون، ثم سافر للعلاج خارج مصر وحدثت له مضاعفات كثيرة أثرت على قدرته على تناول الطعام. وأضاف: استمريت 8 سنوات في العلاج وما كانش حد عارف من أصدقائي إلا قليل، والحمد لله تعافيت من القولون، ولكن معدتي تعباني وربنا اداني القوة عشان حواليا ناس كتير بحبهم وما ينفعش أسيبهم لوحدهم. وأشار إلى أن والدته كانت مصدر القوة في أثناء مرضه وأنها ساعدته على مواصلة العلاج قبل أن تذهب إلى مثواها الأخير، معقبا: هي اللي كانت بتساعدني عشان أتحسن وأكون جنبها. وروى الفنان هيثم شاكر تفاصيل مرضه وإصابته بورم في القولون قائلا: حولت اليأس إلى قوة ورغبة في مواجهة المرض، وشعرت إني ما عملتش حاجة وعندي كتير لسه ما قدمتوش وعندي موهبة لسه ما استغلتهاش. وأضاف: في ناس حواليا محتاجة ليا ووجودي بجانبها شيء مهم وضروري، وأنانية مني لو استسلمت وتركت كل شيء. وتابع هيثم شاكر: في ناس محتاجاني وربنا ألهمني وأعطاني الصبر والقوة لاستكمال رحلة العلاج، ووقت إصابتي بالمرض كانت والدتي أهم شيء في حياتي وكنت قريب منها وكان عندي رغبة لاستكمال رحلة العلاج عشان أخد بالي منها، مؤكدا: والدتي ما كانتش تعرف إني مصاب بورم في القولون. وأشار شاكر: ما كنتش حابب أصعب على حد أو حد يبصلي بنظرة شفقة، ناس قليلة قوي اللي كانوا عارفين بمرضي، قعدت 8 سنين أتعالج والحمد لله ربنا عافاني، ولكن ما زالت معدتي مسببالي أزمة وما حدث لي هو اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما بيبعتش حاجة وحشة، لما بيدي الابتلاء بيدي معاه الصبر. كان المطرب هيثم شاكر قد طرح ألبومه الغنائي الجديد معرفة قديمة مؤخرا، وتلقى العديد من الإشادات حوله من محبيه، فضلا عن زملائه بالوسط الفني الذين أعربوا عن سعادتهم بعودته للساحة الغنائية. وكشف هيثم أن سبب عدم وجود النسخة الأصلية لألبومه في الأسواق رغم صدور الألبوم على المتاجر الإلكترونية منذ عدة أسابيع هو تأخير من الشركة. وكتب عبر حسابه على إنستغرام: لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركة، على الرغم من صدور الألبوم على المتاجر الإلكترونية من أكثر من 5 أسابيع. يضم ألبوم معرفة قديمة 14 أغنية، ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم شاكر أيمن بهجة أمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القياني، رمضان محمد، وسلامة علي، ليخرج ب14 أغنية من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي، وأحمد صلاح حسني.